بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله راح نبدأ سلسلة دروس جديدة، ولكن البرنامج غير، البرنامج هو أدوبي فوتوشوب الإصدار السابع، الإصدار معروف قديم شوي، لكن تقريبا بالنسبة لي أنا الشغل عليه أفضل من الشغل على الإصدارات الجديدة. عموما ما أطيل في الكلام، اليوم درسنا الأول راح يكون درس تداخل الصور، كيف أنك تدمج صورتين مع بعض لصورة واحدة. الصور اليوم راح نحتاج صورة بحر وأمواج، والصورة الثانية تكون صورة بنت صغيرة طفلة إلى آخر. عموما رابط تحميل البرنامج راح تحصلونه تحت في الوصف تبع البرنامج. والآن زي ما احنا شايفين راح نسوي ملف مشروع جديد، راح نروح الفايل ونيو لواجهة البرنامج الإنجليزية اللي انا اشتغل عليها. عموما اي خطوة راح اسويها راح اقولها فايل نيو. اسم ورقة العمل مو هو لازم. عموما الحجم اللي اشتغل عليه انا تقريبا اللي هو الانش، راح اخلي اثنين كله انش، واختار العرض الوايت نخليه مثلا 10، والهاي راح نخليه تقريبا هو الطول 7. هذه ورقة العمل ظهرت قدامنا زي ما انتم شايفين. راح احاول اغير الخلفية الباك جراوند حق ورقة العمل اسود، بحيث انه لو دمجنا الصور ما راح يكون في هناك الخلفية طالعة شوي، راح تكون تساعدنا. نجي هنا ونختار البينت باكيت تول اللي هو حق الخلفية، ونسوي كليك على ورقة العمل راح تغير الخلفية اسود. عموما الان راح نستدعي صورتين على سطح المكتب، نجي هنا في الخانة الفاضية هذه ونسوي له دبل كليك، ضغطتها مرة على الزر ونختار الصورتين، هذه صورة البنت وهذه صورة البحر. عموما نسوي اوبن راح تنزل لنا الصور يستدعيها برنامج. راح ناخذ الصورة الاولى اللي هي صورة الامواج البحر والى اخره، ونسحب على طول الملف ورقة العمل الاصلية ونخليها هنا زي ما انتم شايفين. نحرك الصورة زي ما نبيها، يمين يسار فوق تحت. عموما اذا تبغى تغير حجم الصورة تجي تقدر هنا تقدر تكبر، وتكون الصورة محددة من هنا من عند اللايرز، وتسوي لها كنترول وتي، راح يطلع اداة تحديد الصورة من على الجنب يمين يسار فوق تحت. تقدر تغير الصورة، تروح تحت صغير كبر كذا الى اخره. عموما انا الصورة عجبتني ما راح اغيرها ولا اسيبها شيء، راح ارجع الوضع الاصلي ثم اصغر الصورة هذه، وارجع استدعي صورة البنت هذه الطفلة، واسحب على ملف ورقة العمل اللي الان اشتغل عليها. الان الصورتين صارت فوق بعض، والصورة اللي تحت ما هي واضحة. الان ابي الصورة هذه والصورة هذيك تندمج مع بعض. اجي هنا واختار الصورة اللي فوقانية اللي هذه layer 2 صورة الطفلة، واجي هنا عند opacity اللي هي الكمية، واختار واغير شوي ل 50%. زي ما شفت الان صارت الصورة هذه والصورة اللي وراها واضحة بدرجة ما. عموما الان راح اجي هنا عند اداة تغيير الخلفية، بضغط عليها وعلق عليها، بعدين بروح الأداة الجريدنت تول اللي هي أداة زي ما تقول دمج، راح نختارها ونجي هنا ونسوي لها إضافة طبقة. شوف added layer mask، راح تنضاف لنا الطبقة هنا بجنب صورة البنت. بأجي هنا بسحب، أضغط وأسحب زي ما أنت شايفين، أضغط وأسحب بأي اتجاه لين تضبط الصورة، أضغط وأسحب، أضغط وأسحب زي ما أنتم شايفين كذا، الضغط والسحب. عموما الآن راح أختار هنا وأصغر حجم صورة البنت، هذا هو الآن كذا صغرنا حجم صورة البنت، صغر الحجم مطلوب، هذا هو، نسوي لها إنتر. بيجي هنا عند الأداة حقة Gradient Tool، نضغط عليها. الآن خلصنا من الجهة السفلية، نضغط على الصورة هذه اللاير اللي إحنا أضفناها، ونجي هنا ونسوي لها Delete Layer، نسوي له Apply. انا حذفت اللاير اللي اضفناه، نسوي لاير ثاني ونجي من الجهه هذه، نسوي لها مسك وسحب، شفتوا ابلاي وحذف. نجي من تحت اللاير الاخير، نسوي له زي ما انتم شايفين ديليت ابلاي وانحذفت. نجي هنا عند الاوبسيتي اوف صورة البنت الكميه، وراح نخليها اكثر شويه زي ما انتم شايفين، شفتوا كيف زادت الصوره، هذا هو. نرجع للصورة الخلفية عشان بس نسوي تناسق بين الدمج عشان يكون واضح كويس، هذا هو. كفلنا فيه شوي، نرجع لصورة البنت، نحاول نغير فيها شوي، ثلاث مرة كذا زودنا شوي،
90 ربما يكون كويس. يجي عند الظل هذا في التعبئة 92. وبشكل سريع هذه الطريقة دمج الصور. شوف الآن كيف دمجنا صورتين، صورة بنت وصورة اللهم صل على محمد صورة بحر أمواج، عموما على حسب الصور اللي عندك. إذا توفرت الصورتين الكويسة مرة راح تطلع الصورة جدا رائعة. عموما هذا مثال سريع، تقدر تغير الصورة تسوي لها كنترول تي وتسحبها للجهة الثانية زي ما احنا شايفين كيف تغيرت الصورة. عموما راح نسوي لها تراجع، نسوي لها كنترول زد على حسب الصور اللي عندك زي ما قلت لك. الآن راح نسوي حفظ الصورة على سطح المكتب. روح الفايل سيف از حفظ ك، يعني راح تختار الصيغة. تجي نختار على الديسكتوب سطح مكتب الفورمات اللي هو الصيغة. إذا حطيت على الصيغة هذه اللي هي الفوتوشوب بي اس دي، هذه الصيغة يعني صيغة التعديل، تقدر تحفظها على سطح المكتب زي ما احنا شايفين الآن. احفظها على سطح المكتب، روح سطح المكتب هذا هو سواها لنا. بعد الآن افتح تشوف علي، افتح لي الآن اقدر اعدل زي ما انتم شايفين. لكن لو جيت هنا رحت الفايل وسويت له سيف از وجيت عند الفورمات، تطلع لي الصور صيغ الصور الكويسه هذه تشي بي اي جي، بيطلع لي هنا البي ان جي اللي هو احسن صيغه هذه انا اقدر احفظها بها جوده عاليه. بختار عليها وبغير الاسم اللي هو مثلا 1 2 3 على سبيل المثال، واسوي لي سيف. وهنا طبعا ترلس اسوي له نون. الآن أعالج الصورة هنا تحت زي ما تشوفون. بروح على سطح مكتب وأسوي تشغيل الصورة وبنشوف كيف تطلع الصورة. الآن ما نقدر نعدل عليها، تطلع صورة عادية زي ما أنتم شايفين. هذه الصورة طلعت لكم، هذا شغلنا اللي اشتغلنا عليه. عموما تقدر تحفظ الصورة بأي صيغة تبي أنت على حسب الصورة والله، على حسب جودة الصور. هذا الدرس في دمج الصور، والدرس يعني بسيط شوية، ما تعبنا فيه ولا يعني استغنى فيه مرة. عموما حبيت اوضح لكم النقاط الاساسية زي ما اشرت اليها. استخدم اداة gradient tool واداة layers. ان شاء الله الدرس واضح، وان شاء الله نشوف تطبيقاتكم. واي سؤال احنا حاضرين في الكومنت ودعواتكم. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.